يلا استعدي للمدارس واعملي احلى فينو اقتصادي من غير بيض من غير حليب، بجد عظمة، هتوفري على نفسك كتير يا جماعة. شايفة شايفة الجمال والحلاوة، حاجة بجد خيالية. يلا بينا كده نشوف الفيديو ونشوف الفينو الاقتصادي ده عملناه ازاي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وسعاده وراحه بال، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهلا بكم حبايبي في قناتي الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل ايه مع بعض؟ النهارده جايبه لكم وصفه خطيره، وصفه الفينو الاقتصادي يا جماعه، من غير بيض من غير لبن. وصفه اقتصاديه جدا، وطبعا كل سنه وانتم طيبين. خلاص المدارس بدات، خلاص زي ما انتم شايفين، وكل يوم طبعا الصحيان الصبح والسندوتشات والفينو اللي بسم الله ما شاء الله. يعني عايزه اقول لك الرغيف قد كده صغنن ولا يعمل اي حاجه، تمام. وعشان تجيبي بقى مش اقل من 20-30 جنيه فينو لو عندك 3-4 عيال يعني، تمام. انا جبت لك الوصفه دي، وصفه اقتصاديه جدا وهتريحك، بكيلو دقيق هتعملي كميه حلوه قوي قوي من الفينو، وهتستغني خالص عن الشراء، تمام. عندي هنا ده كيلو ونص من الدقيق يا جماعه، هحط عليه ايه، معلقه ونص خميره، تمام، عشان طبعا الجو برد، برضو حاسه ان الجو برد شويه كده، وذره ملح صغيره خالص اهيت، تمام. وهنزل عليه باربع معالق من السكر، تمام. هتقولوا لي معقول الفينو هيطلع من غير لبن ومن غير بيض وهيبقى احلى من بتاع الافران؟ هقول لكم هيبقى احلى كتير من بتاع الافران. هنا بقى نزلنا بالاربع معالق سكر، بسم الله كده، تمام زي الفل. ونقلب كل بقى ايه مكوناتنا دي، الملح والخميرة والسكر، على كيلو ونص دي. وعندي هنا بقى ايه، مية دافية، تمام كده، هنستعمل مية دافية يا جماعة، الجو برد دلوقتي خالص. في البداية هقلب بالمعلقة، وبعد كده هستعمل ايديا يا جماعة وعجينه كويس جدا، تمام. مش بقول لكم وصفة اقتصادية، بسم الله. كده بقى هبتدي اشيل المعلقة بتاعتي دي خالص واستعمل ايديا في العجن، بسم الله. هنا بقى ابتديت اقلب كده واعجن بايديا يا جماعة، تمام. طبعا المية على حسب نوع الدقيق ما ياخد، بسم الله. نقلب كده تقليبة حلوة او نعجن كده. عندي بقى ايه، 3 معالق من الزيت، كفاية قوي 3 معالق، حلوين قوي، بسم الله. زيت يكون نضيف بقى يا جماعة، بس كده كفاية قوي. ونعجن بقى كويس في العجينة بتاعتنا لحد ما تلم معانا كده، بسم الله. في بداية العجن هتلاقي ايديكي بتلزق كده زي ما انت شايفة معايا، اعجنيها بس 10 دقايق وهتلاقيها ايه، العجينة لمت معاكي وبقت زي الفل. هنا بقى ده شكل العجينة بتاعتنا. عايزة اقول لكم العجينة بتاعتنا مش يابسة يا جماعة، عجينة طرية وبتلزق خفيف كده، بصوا بتلزق خفيف خالص كده اهي، هتديكي بقى طروة وانتي بعد ما تخبزي الفينو، هتديكي طروة كده وتلاقي الفينو بتاعك طري كده وجميل، بصوا بتلزق خفيف خالص اهي، تمام، ماهيش يابسه كده. خلاص بعد ما عجنتها طبعا دهنت وشها كده بحبه زيت صغيرين، وطبعا من تحت كمان عشان ما تلزقش في الطبق، تمام كده زي الفل. وهغطيها واحطها في مكان دافي تخمر. هنا بقى بسم الله وما شاء الله اللهم بارك، العجينه بتاعتنا خمرت زي الفل. هنبتدي بقى ايه نهبطها معانا كده، بسم الله. وكمان هنبتدي بقى ايه نكورها كور كده صغيرة على قد رغيف الفينو اللي احنا حابين نعمله، عايزينه بقى كبير عايزينه صغير على حسب رغيف الفينو اللي احنا عايزينه، تمام، بسم الله. اخدت جزء كده من العجينة زي ما انتوا شايفين اهو، ادي العجينة وادي جزء منها، كورته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وزي ما انا قلتلكوا يا جماعة العجينة بتلزق خفيف، يعني ايه وانا بكورها كده خفيف خفيف كده بتلزق،
ماشي بايدك بقى بحاجه بسيطه من الزيت، نقطه زيت كده، وايه وديني ايدك بيها. تمام كده، تمام وزي الفل. هنبتدي بقى هرش ايه رشه كده من الدقيق خفيفه خالص كده، وابتدي ايه احط قطعه قطعه كده من الكور بتاعتنا دي. بسم الله، وابتدي ان انا ايه افردها بقى. تفرديها بقى بالمردمه بتاعتك، بالنشابه، بايدك، اللي يريحك. اهم حاجه انك ايه تفرديها كويس. بسم الله، شايفين العجينه مستريحه وزي الفل، وبتتفرد معايا بكل سهوله. خلاص فردناه بالشكل ده، هنبتدي بقى نقفل التقفيله دي. يا جماعه تقفلوها كويس، بصوا اهو بالشكل ده، شايفين اهو. ابرم بقى، بسم الله، واحده واحده كده اهو، شايفين بيتقفل معايا بكل سهوله ومظبوط. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اهو بالشكل ده. والجنب ده يا جماعه نقفله كده كويس، وادي التاني اهو، ونبرم بقى كده. طيب نيجي على الحته الاخرانيه بقى دي يا جماعه، هنعمل فيها ايه؟ هنروح جايبينها كده اهو وقافلينها اهو كده بالشكل ده اهو، عشان ما تفتحش معانا مع الخمره يا جماعه، تفتح معانا ويبقى شكلها مش حلو خالص اهو. وهروح برمى تاني كده. بصوا بقى رغيف الفينو بتاعنا، اللهم بارك. انا مش عايزه حجمه كبير، انا عايزه حجمه كده ايه صغنون وحلو اهو بالشكل ده. شايفه بقى رغيف الفينو بتاعنا، اللهم بارك، حاجه ايه جميله كده وسيمبل. شايفين الجمال، اللهم بارك. نعمل واحد كمان مع بعض. جبنا العجينه فردناها، نبتدي نبرم بالشكل ده زي الفل. اهم حاجه الجنب ده نقفله كويس، والجنب ده نقفله كويس اهو، شايفين اهو بالشكل ده. ونيجي بقى عند الطرف ده، نروح قافلينه كده اهو اهو بالشكل ده كده، ونروح ايه برمينه كده. تمام زي الفل. نفرد بقى العجينه بتاعتنا بقى، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين بقى رغيف الفينو بتاعنا، وزي ما قلت لك على حسب حجمه، عايزاه كبير، عايزاه صغير، زي ما تحبي. انا عايزاه يا جماعه حجمه حلو، لا صغير ولا كبير، معقول، هو كده حجمه حلو قوي. تمام اهو، وطبعا على صينيه مدهونه زيت يا جماعه، وهنحط عليها الفينو بتاعنا. بصوا يا جماعه ادي اول صينيه من الحجم الفينو بتاعنا، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. زي ما انتم شايفين اهو، ده كده الحجم بتاعه زي الفل. تمام، وطبعا زي ما قلت لكم انا دهنه الصينيه زيت. تمام، واللهم صل على النبي، عامله ما بين كل رغيف فينو والتاني، شايفين المسافه قد ايه عشان هيخمر يا جماعه اهو، شايفين المسافه كبيره خالص ازاي. تمام بالشكل ده، وكمل بقيه الكميه بتاعتي حبايبي زي ما انتوا شفتوني بعملها ازاي. هنا بقى الفينو بتاعنا بعد ما خلصت الكميه بتاعتي كلها، زي ما انتوا شايفين اللهم بارك، خمر يا جماعه بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله، شايفين حجمه ضعف قد ايه، اللهم بارك. تمام كده. طيب هنعمل ايه؟ طبعا انا مولعه الفرن وظبطاه على درجه حراره 180 درجه. تمام كده، اللهم صل على النبي. عندي ايه بقى؟ عندي حبه ميه من الحنفيه عاديه خالص، هي يا جماعه ما فيهاش اي حاجه. هحط عليها ايه معلقتين كده، او معلقه كبيره من السكر، المعلقه بتاعتي صغيره. تمام، هحط معلقتين وهدوبهم كويس جدا جدا كده زي الفل. وهبتدي يا جماعه ادهن وش الفينو بتاعنا عشان يديني الوش الذهبي الجميل بتاع الفينو يا جماعه. بسم الله، ادي الميه بتاعتنا، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي ندهن خفيف خفيف كده، اللهم بارك اهو، كل الفينو بتاعنا بقى هندهنه بالشكل ده بالميه والسكر عشان يدينا الوش الحلو ده. تمام، وندخله على درجه حراره 180 درجه يا جماعه. تمام زي الفل، نشوف بقى الجمال ده بعد ما يخرج من الفرن عامل ازاي.
وده كده شكل الفينو بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. بجد حاجه كده زي العسل. شايفين يا جماعه الطراوه؟ شايفين قد ايه طري؟ وادي السوا بتاعه من وراه كمان اهو، شايفين؟ بصراحه هتوفري على نفسك كتير، حاجه بجد عظمه، ومش هياخد منك لا وقت ولا مجهود، وسهل وبسيط. بصوا الاطراف، حتى الطرف بتاعه طري قد ايه، شايفين يا جماعه؟ شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا اتمنى الفيديو يعجبك، ولو عجبك اوعى تنسيني في اللايك وشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.